ما نراه من صراع على الساحة الدولية ليس صراعا بين الأديان وليس صراعا بين الحضارات، إنه صراع بين النقيدين، إنه صراع بين زمنين، إنه صراع بين العقلية التي تنتمي إلى القرون الوسطى والعقلية التي تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين. إنه صراع بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والبدائية، بين الهمجية والعقلانية. إنه صراع بين الحرية والقمع، بين الديمقراطية والديكتاتورية. إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر. إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان. ما نراه ليس صراعا بين الحضارات، الحضارات لا تتصارع، الحضارات تتنافس. يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين؟ نعم، هذا ما أقصده.